من احمد بن مايد الخيري على التميز في هذا اليوم. هكذا متابعينا الكرام ينطلق شوط جديد ويتواصل احد الزملاء بالوصف والتعليق. على البركة ايها الاخوة الكرام مشاهدينا اينما كنتم، ينطلق هذا الشوط السابع للجعدان المحليات لاصحاب السمو والشيوخ. الشوط الثاني الذي يحمل لنا اسم جعادين محليات، يحمل لنا هذه الاسماء التي استطاعت ان تنجز وتسجل حروفها من ذهب في هذه ايضا الانجازات المستمرة. ايضا مصورنا المتميز يرصد لنا ايها الاخوة هذه الاحداث المستمرة وهذه التنقلات ما بين المراكز راشد بن محمد بالسم المنصوري المركز الثاني شاهين لهجن الرئاسة، ومبارك بن احمد بن مايد الخيالي المركز الثالث. ايها الاخوة هنالك شاهين المملوك لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد الهيان ومحفوظ بن خميس النبي. الخمسمائة متر النهائية، الخمسمائة متر النهائية، يا ابو ذياب يا ابو ذياب استمر على هذا المنوال. وهذه النقطة الثالثة اللي تحدثت عنها بعد ما تبقى 3000 متر، قلت النقطة الثالثة بتجيبها على من يحمل لنا النقطة او الرقم 3. ما شاء الله، هذا هو صوغان وهذه هجن الرئاسة. هنيئا لكم هنيئا لكم، هنيئا للمضمر، هنيئا للمالك، هنيئا للمتابع، هنيئا للعاشق، هنيئا للمشجع، هنيئا للمعلق، هنيئا للمصور عندما يرصد هذه الاسماء. والسيطرة حمراء، السيطرة والشعار الرئاسي نقول الا الناموس. ان كان صوغان او شاهين فالمالك واحد، الماركة وحدة، الناموس واحد. الله يا هملول، الله يا شاهين، شاهين شاهين ما شاء الله لهجن الرئاسة. هنيئا لكم يا هجن الرئاسة، هذه لحظات الوصول. والتهنئة للمميز، التهنئة للمبدع، التهنئة لمن يستطيع ان ينجز وانجز وسوف ينجز ان شاء الله. مبارك بن احمد بن مايد الخيري المركز الثاني صوغان لهجن الرئاسة، راشد بن محمد بالسم المنصوري. وفي المركز الثالث هذه لحظات الانتظار. شاهين لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان. وفي المركز الرابع ايها الاخوة الكرام هنالك الصاحي لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان الصادق فضل الامين. خامس المراكز فمن نصيب ملبي لهجن الرئاسة، التهنئة للسيد مبارك بن احمد بن مايد الخيلي. هكذا ايها الاخوة الكرام مستمعينا اينما كنتم، راينا القوة وراينا شاهين استطاع ان ينجز هذا الانجاز المستحق وهذا الانجاز الرائع وهذا الانجاز الذي لا نستغربه لا على شاهين ولا على ايضا هجن الرئاسة ما شاء الله. كذلك الشكر والاحترام والنقاط تتكرر ما شاء الله، النقاط تتكرر مع هذا المضمر الذي سجل الكثير والكثير. هذه ايها الاخوة الكرام بالفعل هذه هي نقطة مميزة من شاهين. التوقيت الزمني الذي رافق في رحلة 8 كيلومترات هي واضحة على الهواء مباشرة، 13 دقيقة 17 ثانية و3 أجزاء. هكذا أيها الأخوة الكرام مستمعينا أينما كنتم، الشوط الثامن ينطلق والزملاء يتواصلون. حمدان اللحافي.